أحبك ربي وبالحب يسمو فؤادي وقلبي، تهب ضلوعي وتدنو دموعي ويهفو خشوعي. أحبك ربي، سرى في خيالي وفكري وبالي، يروف بحالي عليه اتكالي، ويرقى منالي إليه منالي. أحبك ربي، تطوف سنيني يفيض حنيني ويخبو أنيني له اشتياقي، مدى العمر باقي لوعد التلاقي. أحبك ربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا بحلقة من أصحابه قد اجتمعوا يذكرون الله عز وجل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: ما الذي أجلسكم الساعة؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: آه الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. المحبون لله عز وجل يذكرونه في كل حين، بالليل والنهار، سرا وعلانية بين الخلق وبين أنفسهم، لأن قلوبهم قد تعلقت بالله عز وجل. وأعظم منقبة أن الله عز وجل يذكرهم سبحانه وتعالى. ولكم أن تتخيلوا أي عظمة أن يذكرك الله عز وجل، ومن أنت ومن أنت حتى يذكركم الله عز وجل يوم أن تذكروه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب يزوره، فلما رأى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فرح وهش وبش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزل الليلة علي سورة أمرني أول ما أقرأها عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هنالك توقف أبي وقال: يا رسول الله، أو سماني ربي باسمي في الملأ الأعلى؟ قال: نعم. فانفجر باكيا: سماني باسمي وأنا العبد الضعيف، ذرة في خلق الله، فرد في ملكوت الله، لا شيء في هذا الوجود كله. ويسميه الله عز وجل باسمه. عندما تذكر الله يذكرك الله، الذاكرون لله يحبهم الله فيرفع درجاتهم في الجنة، ويبني لهم تلك القصور، ويغرس لهم تلك الأشجار، ويجعل لهم تلك الجنان الواسعة. يلتقي نبينا صلى الله عليه وسلم بإبراهيم في السماء السابعة ليلة أسري به، فيقول إبراهيم: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات التي يذكر الله عز وجل بها تبنى بها تلك الجنان. بذكر الله تنشرح النفوس وتنشرح الصدور، بذكر الله تعمر الجنان، بذكر الله يذكر الخلق عند خالقهم سبحانه وتعالى، بذكر الله تكثر الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرجاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، فاذكروني أذكركم. وهكذا بالذكر تجمع الحسنات. الذكر حصن للمؤمن في هذه الحياة. يأتي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في ليلة ليحرس صدقة أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بحراستها، فيأتيه شيخ كبير يريد أن يأخذ من الصدقة، يقبض عليه أبو هريرة، فيتشكى ذلك الشيخ قلة حاله وضيق معيشته وقلة ذات يده، فيتركه أبو هريرة،
فيعود في الليلة الثانية والثالثة، ثم يعزم أبو هريرة أن يذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ذلك الشيخ: ألا أعلمك آية إذا قرأتها في ليلة من الليالي لم يقربك شيطان حتى تصبح الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأصبح أبو هريرة يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: صدقك وهو كذوب، إنها آية الكرسي. وكان ذلك الرجل شيطان قد جاء لأبي هريرة في صورة شيخ كبير. بالقرآن نحفظ، وهو ذكر لله عز وجل، بذكر الله عز وجل تشفى الأسقام، والقرآن شفاء لما في الصدور وشفاء من كل داء. فأي حياة أسعد وأرغد من حياة يعيشها الإنسان وهو يذكر ربه بالليل والنهار، والذي يذكر الله هنا سيذكره الله هناك في ذلك اليوم العظيم، يوم يتمنى الإنسان رحمة من رحمات ربنا، وفضلا من فضله، وجودا من جوده. وحسبك من الذكر أنه عبادة سهلة لا تستهلك مالا، ولا تشغل حيزا كبيرا، ولا تنهك جسدا، يستطيع الإنسان أن يؤديها المتعلم والأمي، القوي والضعيف، الصغير والكبير، وكلهم لله ذاكرون. أحبك ربي وبالحب يسمو فؤادي وقلبي، تهب ضلوعي وتدنو دموعي ويهفو خشوعي. أحبك ربي، سرى في خيالي وفكري وبالي، يروف بحالي عليه اتكالي، ويرقى منالي إليه منالي. أحبك ربي، تطوف سنيني يفيض حنيني، ويخبو أنيني له اشتياقي، مدى العمر باقي لوعد التلاقي. أحبك ربي.